السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في نشرة أخبار الأحد راح نتكلم عن تأجيل الكشف عن الإكس بوكس القادم، كمان راح نتكلم عن إشاعات الجزء الثالث من ألعاب باتمان، وكمان راح نوريكم فيديو جديد للعبة واتش دوكس. الفيديو الجديد لعبة واتش دوكس واللي تشوفونه هنا راح يوريكم تقريبا نفس الأحداث اللي كنا نشوفها في العروض السابقة للعبة. البطل يمشي يتخبر سيارة وينقذ واحدة من مجرم، بعدين هذا مجرم ينحاش وروح يطارده، وشفنا يطلع حواجز وسيارة شرطة تصدم فيها، نفس الأحداث بالضبط. الفرق هذه المرة إن طريقة عرض هذه الأحداث مختلفة، لأنه هذه المرة التصوير راح يكون عبارة عن كاميرات مراقبة، وراح يكون في تعليق على الأحداث اللي جالسة تصير. في تفاصيل حلوة في الفيديو لا يفوتكم، شوفوا. باتمان أركام أسايلم وأركام سيتي كانت من أفضل ألعاب هذا الجيل، سواء من ناحية التقييمات ولا الجوائز أو حتى المبيعات. وأكيد إحنا نعرف إنه بيكون في جزء ثالث جاي في الطريق، شفنا تلميحات كثيرة لهذا الشيء، والحين في كلام إن الكشف عن الجزء الثالث راح يكون في E3 هذه السنة، والإصدار راح يكون في الربع الثالث من هذه السنة. الجزء الثالث احتمال يكون اسمه أركام أوريجينز، وراح يكون في الفترة اللي أحداثه، يعني في الفترة اللي باتمان أول مرة يقابل فيها الجوكر. كمان نسيت أذكر إن احتمال كبير إن هذا الجزء ما يكون أجهزة هذا الجيل، ويكون أجهزة الجيل القادم بلايستيشن 4 والإكس بوكس الجديد. في سلسلة ألعاب جميلة جدا اسمها زيرو إسكيب، الجزء الأول منها عنوانه 999، والجزء الثاني اسمه فيرتشوز لاست ريورد. هذه أغلفة الجزئين، أنصحكم إنكم تلعبونها. اللعبة بنظام لعبة روائية تحكي لك قصة معينة، وعشان تمشي في القصة أكثر يكون في ألغاز تحلها. نصيحة أخوية مني لكم، لا تفوتكم هاللعبتين لأنها فعلا من أفضل ما لعبت في حياتي. وخبر كان جميل جدا بالنسبة لي، وهو أن مخرج اللعبة أعلن أن العمل على الجزء الثالث بدأ الآن، وأحداث الدور بين الجزئين، بين الأول والثاني. طبعا اللعبة بيعرف ليش في كان في فراغ يعني في القصة بين الجزئين، لأن الحين قاعدين يحاولون يعبونه قبل ينتقلون للتكملة اللي بعدها. ما تحدد موعد اطلاق الجزء الثالث، وكان ما تحدد وش المنصات اللي راح ينزل عليها الجزء القادم، لكن بديهيا كذا يتوقع ان الاجهزه راح تكون نينتندو 3DS وبلاي ستيشن فيتا. طبعا كلكم تعرفون يو سوزوكي اللي قدم لنا العاب كثيره مع سيجا، وهنا راح نتكلم عن شيمو. طبعا نعرف ان شيمو هي ثلاثيه وما تكمل الجزء الثالث لاسباب كثيره، منها انه سلسله كلفت سيجا كثير، وفي المقابل ما هي قادره تجيب لهم ارباح تعوض الخسائر هذه. حسب كلام ظهر من داخل جي دي سي انه يو سوزوكي كان مشتغل مع ماركن اللي هو مصمم جهاز بلاي ستيشن 4 واللي كان اساسا جزء من سيجا زمان، انهم اجتمعوا مع بعض وجالسين يخططون انهم يحولون شينمو 3 لبلاي ستيشن 4. الاكس بوكس 720 او نيو اكس بوكس او مهما كان اسمه، المهم ان الاكس بوكس الجديد كان فيه اشاعات انه راح نشوفه بشكل رسمي نهايه هذا الشهر، مؤتمر خاص مايكروسوفت راح تقيمه خاص بالجهاز مثل ما سوى سوني مع بلاي ستيشن 4. واحد من الاعلاميين الكبار المقربين من مايكروسوفت اعلن انه الجهاز تم تاجيل الكشف عنه شهر كامل. بس شهر كامل هذا معناه انه ما بقى شيء على E3، فالاشاعات الاصليه كانت انه بنشوف الجهاز اصلا في E3، فتاجيل الشهر هل تسوى انه فعلا مايكروسوفت تعلن عن الجهاز قبل E3 بشهر واحد؟ او فعليا مو شهر، اذا فعلا الشهر بيتاجل معناه انه بيكون بيننا بين E3 اسبوعين او شيء زي كذا، فشكل فعلا خلاص راح نشوفه في E3. في تحديث راح ينزل للويو في شهر ابريل، التحديث هذا راح من اهم الاشياء اللي قدمها انه يسرع اداء الجهاز، لحد ما احنا نعرف انه يعتبر بطيء جدا في الاشياء اللي قاعد يسويها. فنزل فيديو يوريك مقارنه بالجهاز قبل التحديث وبعد التحديث كيف صارت سرعته، خلينا نشوفه. بطيء بطيء. دارك تعتبر من الألعاب اللي لفت الانتباه بقوة في جيمز كوم 2012، وإكزامينر يعتبرونها من الألعاب اللي تقدر بسهولة أنها تنافس ألعاب التريبل أي والعناوين الضخمة مثل أساسنز كريد وباتمان وهذه الأشياء. اللعبة فيها مصاصين دماء، فيها أسلحة، فيها خصائص جدا كثيرة تقدرون تشوفونها في الفيديو أهو، تخش هنا يوديك هناك وريك كل شيء كامل، وبرضه نحط اللينك تحت لأنه في كثير من الحلقات اللي فاتت قالوا إن ما نقدر عن طريق الجوال يدخلون في اللينك، فنحط لكم تحت. وإذا صار إنه نسيت أحط اللينك تحت، بس واحد يكتب بس يذكرني يقول ترى ما في لينكات ونرجع نحط لكم على طول وقتها، ما عليكم. يعطيكم ألف عافية على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، نفس الكلام يقول لك الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.